من الحجز على ارصده النادي برضو، هل في خطه للموضوع؟ لانه حضرتك بتتكلم على جزء ان انت تحل مشاكل النادي الماديه، ومن ابرز المشاكل زي ما حضرتك بتقول فكره الغرامات على نادي الزمالك والخاصه اللي ادت لايقاف القيد لفريق كره القدم بالاضافه للحجز على الارصده. تفكير حضرتك ازاي برضو بما ان حضرتك بتتكلم ازاي نحاول تحل المشكلتين دول، خصوصا ان هم مهمين لجماهير نادي الزمالك ولاعضاء الجمعيه الاجمال. تمام. بالنسبه لارصده نادي الزمالك اللي حاجز هو حاليا هو مصلحه الدوله المصريه، وده لها حق فعلا ان المبالغ دي كلها مستحقه على نادي الزمالك. بس اللي اقدر اطمن الناس بيها هي زيها زي اي نادي تاني في مصر، يعني احنا مش الوحاد اللي علينا فلوس مصلحه الضرايب، انما ممكن يبقى كان في تفاعل مش مظبوط مع مصلحه الضرايب، فبالتالي انت النهارده بدل عارف ان هذا هو دين على النادي، اقعد وتفاوض وتفاوض وحط بلان مظبوطه هتلتزم بيها، فبالتالي مصلحه الضرايب هنا بتعمل ايه؟ بتفك الحجز بدل انا اتفقت معاهم على بلان مظبوطه حسب الكاش فلو. طيب ايه تاني برضو الحاجات اللي حضرتك كنت بتقولها غير ايقاف القيد؟ ايقاف القيد، ايقاف القيد ده برضو يعني في مجموعه زمالكاويه محبين للنادي جدا مش عايزين يذكروا اسمائهم، وبالتالي القايمه من ضمنهم، لان انا برضو من وجهه نظري اللي بيخدم نادي الزمالك مش محتاج يقول انا بخدم نادي الزمالك، لان انا اسف انا مش بخدم نادي الزمالك، ده واجبي ان انا اساعد النادي اللي انا بحبه او النادي اللي انا اتربيت فيه. فبالتالي قايمه لها جزء في هذا الصندوق، والصندوق ده احنا كلنا كده حاطينه في حب نادي الزمالك نحل بيه مشاكل من ضمنها مشكله القيد. بس هو زي ما بنقول بقى المانجمنت او الاداره، هو انا هحل القيد ليه وامتى؟ ليه وامتى؟ ليه؟ ده لازم يتحل عشان انا عايز اسجل لعيبه واجيب لعيبه. متى؟ يبقى انا لما الاقي لعيبه كويسه ومحتاجهم بقى التوقيت، يبقى التوقيت هو عباره عن توقيت الفلوس تبقى موجوده ولا لا؟ نمره اتنين مين اللعيبه اللي هجيبهم؟ مين اللي انا عايزهم؟ فما بناخدش الموضوع ايه؟ هو انزل حل مثلا حتى لو الفلوس انزل حل الوقت، طب يمكن الشهر الجاي احسن. او احنا لما ندخل ونشوف ليه قيد تم ايقافه يعني، او القيد تم ايقافه مظبوط، ابتدي اشوف مثلا والله اللاعب الفلاني بسبب اللاعب اكس، طب اكس ده لو قعدنا معاه وحاولنا نحل، ما هو لوحده لو حلينا معاه مش بالضروره ان يتم ان انا ادفع الفلوس كلها، ممكن ابتدي معاه واجل واقسط. وتم ايام اللجنه ان احنا عملنا كده مع اتش بونج مثلا، مع واحد من اللي هم عندنا القيد بسببهم هو اتش بونج. اتش بونج برضو يعني كمثال انا ممكن احكي لحضرتك، اتش بونج ده كان علينا 1,200,000 دولار ايام اللجنه، وقدرنا نتفاوض مع هذا اللاعب ونزلنا بدل 1,200,000 دولار ل 900,000 دولار، وعملنا له طريقه يعني كويسه في ان احنا ادفع هذه الاموال، فدفعنا في شهر 150,000 دولار، الشهر الثاني 150,000 دولار، الشهر الثالث 150,000 دولار. يعني قبل ما نمشي من نادي الزمالك كنا دفعنا نصف القيمه، وبالتالي المجلس اللي جه بعد اللجنه دفعت، عملنا لهم ان هم يدفعوا 90,000 دولار على 5 شهور، يعني اقل حتى من اللي احنا دفعناه. هم على ما اظن دفعوا 2 أو 3 أقساط وما كملوش الباقي، فبالتالي اتش بونج ده رجع تاني عمل قضيه وعمل شكوى، وبالتالي حتى اتغرمنا. ما انت كل برضو ما بتلتزمش الفلوس بتزيد عليك. فانا رايي ان شاء الله هنقدر يعني نستوعب هذا.